اللي هينطلق يوم 20 اكتوبر المقبل. واضافت: نتمنى التوفيق لجميع الانديه المشاركه، وأدى نشيد بمجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين على المجهود المبذول في تنظيم مسابقات الكرة النسائية في الموسم الجديد. نقطة على فكرة، ممكن دوري الكرة النسائية يبقى منتظم أكتر. ده مش عشان حاجة، يعني عشان ما فيش ارتباطات أفريقية للأندية وبتاع والكلام ده، فلا ممكن نشوف دوري الكرة النسائية منتظم أكتر من دوري الرجال. دي نقطة مهمة يعني بالمناسبة، ونقطة ما نغفلش عنها، لأن فعلا هيبقى في تنظيم كويس والمنتخبات بتاعتهم ماشية بجدول زمني ثابت. بس حسب معلوماتي بقى ان الدوري ده هيبقى من دور واحد، دور واحد وبعد كده تصفيات على البطوله وهبوط. نروح بقى لاخبار كره القدم العربيه والعالميه. انتخبت الجمعيه العموميه للاتحاد الجزائري لكره القدم اليوم الخميس وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد، وحصل صادي واعضاء مجلسه طبعا كلهم على 76 صوت مقابل 5 اصوات صوتوا بلا، وامتنع صوت واحد. وتستمر فترة وليد صادي والمجلس الجديد حتى منتصف عام 2025. يشار إلى أن الجمعية الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم شهدت حضور مراقبين من الاتحادين الدولي والأفريقي لمعاينة عملية التصويت. على فكرة، الاتحاد الجزائري في تغييرات دايما خلال الفترة الأخيرة دي، 4 رؤساء للاتحاد الجزائري يعني. فدي نقطة مهمة، رغم ان هم واخدين كاس افريقيا وبيروحوا كاس عالم والكلام ده كله، لكن دايما في تغيير في الاتحاد في الجزائر. دي نقطة مهمة ان احنا نحطها في الحسبان هنا في مصر، يعني ان الناس دي بتوصل كاس عالم وبياخدوا بطولة افريقيا وفي نفس الوقت بيغيروا الاتحاد عادي، هم مفيش مشكلة يعني. نروح بعد كده للخبر اللي بعد كده، اللي هو خاص بالنجم الارجنتيني نيلون ميسي والاسباني جوردي البا، اللي في سوء حظ كده يعني خلال مباراة فريقهم امام انتر ميامي الامريكي اتصابوا امام تورونتو ضمن الدوري الامريكي لكرة القدم. ده بقى قبل اسبوع من نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية امام فريق هوستون دينامو. وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه طبعا جيراردو مارتينو استبداله في الدقيقة 36 من المباراة اللي اقيمت فجر يوم الخميس بعد تقريبا مشاعر بالألم في العضلة الأمامية، وتغير وجاء خروج ميسي من الملعب بعد 3 دقائق من إصابة جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ. خرج ميسي وألبا من المباراة وانتهت المباراة 0-0، إلا أن إنتر ميامي أنهى اللقاء. طبعا هم خرجوا النتيجة 0-0 وإنتر ميامي أنهى اللقاء 4-0. يعني إصابات اللعيبة في السن بتاع جوردي ألبا وميسي ده المفروض أنها يعني بتبقى كتير جدا، بس هو يعني هو أول إصابة في السن ده فمش مشكلة يعني. هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى عشان نكمل باقي فقرات 7 Day Sport. انتظرونا.